يا جماعه الجندوفلي بعد ما خلص ما خدش 10 دقايق معانا على النار، طعمه وريحته جمال، يتاكل كده قوي يتاكل مع الطحينه. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض الجندوفلي على الطريقه الاسكندرانيه. تابعوا معانا. هنا معايا جندوفلي غسلاه كويس جدا كذا مره عشان اتاكد ان ما فيهوش رمله خالص، تمام؟ وهنشوف معانا بقيه الخطوات. هنعمل بقى الجندوفلي يا جماعه. هنا حطينا الجندوفلي طبعا غسلينه كويس جدا، شايفين الميه بتاعته نقيه ازاي، ده مطلوب جدا قبل ما تسلقيه. وكمان هتحطي نص، يعني هتجيبي سفنديه تقشري نص قشرتها تحطيها، وهتحطي ملح وفلفل، الملح حسب الرغبه والفلفل معلقه فلفل اسود او اقل شويه، تمام؟ عشان وظيفه قشره السفندي والفلفل الاسود انه يشيل الزفاره. بصوا بقى هنا يا جماعه الخير، الجندوفلي غلى بس خلي بالك ان هو بيفور اول ما بيغلي، فانت هتوطي عليه وهتديله تقليبه. بصي بدا يفتح كله ازاي بعد ما كان كله مقفول. وعايزه اقول لك على معلومه برده مهمه جدا، الجندوفلي المقفول ما تاكليهوش، ترميه على طول، تمام؟ اما اللي هو بيفتح هو ده اللي ينفع ناكله. 10 دقايق بالظبط كنا مطفيين عليه، خلاص هو كده خلص 10 دقايق والدن خلاص، تمام؟ يا جماعه الجندوفلي بعد ما خلص ما خدش 10 دقايق معانا على النار، طعمه وريحته جمال، يتاكل كده قوي يتاكل مع الطحينه. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.